93.5 تشاهدونا في المباشر بالصوت والصور على باج فيسبوك ديوان اف ام. ما تنساوش خليو تفاعلاتكم على باج فيسبوك ديوان اف ام. ايضا خليو اسئلتكم لضيوفي في الاستوديو نور الدين بنتيشة ومهدي العش. محور نقاشنا في هذا الاسبوع نظام الاقتراع على الافراد في دورتين وفي دوائر مضيقة. يقول نور الدين بنتيشة في دفاعه على هذه الفكرة مهدي العش واحد من الرافضين والمعارضين لهذه الفكرة. بين الرأي والرأي الآخر نحاول نفهم طبيعة الرهان اليوم والسجال في علاقة بهذا الموضوع اللي قد يكون محدد ومفصلي في علاقة بتركيبة وطبيعة المشهد السياسي والانتخابي القادم في تونس. ترجعنا في آخر الحصة ابتسام شويخة في فقرة الكلمة ليكم. خليوا كل التفاعلات الآراء المقترحات والأسئلة لضيوفي في الأستوديو. أستاذة القانون بالجامعة التونسية سلسبيل القليبي كتبت في صفحتها في الفيسبوك الناس اللي شادة بيديها وساقيها في الاقتراع على الأفراد مقتنعة أنه الاقتراع هذا هو اللي يضمن أنه يطلعون نواب من صفوة القوم. منين جات القناعة هذه؟ الله أعلم. معناها كيف يترشح مثلا في دائرة انتخابية شاب متخرج من الجامعة ويكون منافسه وإلا منافسيه في نفس الدائرة أعيان مكركين خاصة إذا كانوا متيسرين ماديا مش مهم يعرفوا يكتبوا أساميهم على الأقل وإلا لا. قديش تتصوروا حظوظ الشاب في الفوز؟ خلينا من الشباب تتصوروا اللي إذا كان تترشح في الدائرة شخصية مرموقة في المجتمع يعني خلينا نقولوا معروفة بعلمها وأخلاقها وتلقى روحها في منافسة مع كناطري مثلا شنية حظوظ الشخصية هذه في النجاح خاصة بعد ما تخدمت خدمة صحيحة فيها وصم وشيطنة كل من عنده ذرة معرفة وخاصة كل من أبدى تمنع عن الانسياق للمزاج العام من غير ما نحكي على التراجع اللي باش يتسبب فيه الاقتراع على الأفراد فيما يخص حضور المرأة في الهياكل النيابية المنتخبة. الاقتراع على الأفراد عمره ما كان أداة تضمن تمثيل من نوعية أفضل إلا في ذهن الأشخاص اللي تتوسم في نفسها أنها عندها أحقية في المشاركة في الانتخابات وخاصة في الفوز. نذكر أن الكلام هذا لأستاذة القانون بالجامعة التونسية الأستاذة سلسبيل القليبي. حسب كلامها نور الدين بنتيشة انت اذا كنت ترشح في مسقط راسك في معتمديه جمال مع تاجر مخدرات ولا مع كناطري ما عندكش حظوظ باش تربح. شوف حسب نظام الاقتراع على الافراد راهو احنا نتكلموا ونحترموا الاراء واحنا في العشر سنين هذوما نسمعوا بارش في راي الخبراء والقانونيين اتسترا واحنا في عشر سنين الحقيقه ونوصلنا والكلهم يدليوا بدلهم واللي يعجبك أستاذ القانون هذا ما يكون مع أستاذ القانون الآخر. معناها في السياسة في الحقيقة مع احترامي والقدر الكبير اللي عطيه لهم لا أستمع إلى آرائهم السياسية. القانون ما ندخلش معه أي سيدي عليه عندك موقف من آراء أستاذ القانون بديتو بالعكس ولا تراها آراء عدمية مع عندك حتى إضافة للنقاش العام ما هوش ينجم يكون عنده رأي أما مش على خاطر أستاذ قانون داكور ولكن هما يتكلموا على خاطرهم أساتذة قانون أو نقدموا فيهم في الإعلام إنهم أساتذة قانون بمعنى هذا القرآن فاستمعوا إليه. سيدي أنسى جمال وأنسى ساقيت الدائر رغم اللي في مسألة ساقيت الدائر أولا رجل أعمال هذا كان إنسان محترم وترشح في قائمة والقائمات ماهيش أفراد والدائرة البلدية والانتخابات البلدية ليست الانتخابات التشريعية وبالتالي خلينا نعملوا مقارنات ومقاربات حقيقية باش التونسي يفهمنا. سيدي باش ناخذ معتمدية عمدون في باش في باش فما 12 واحد ما ترشح ترشح واحد على حركة النهضة واحد على النداء واحد على الدستوري الحر واحد مستقل واحد من مشروع الرئيس قيس سعيد واحد من التيار الديمقراطي ان توكا ما بش 12 قلنا باش ترشحين باش يطلعوا الزوز. يا سيدي لو فرضنا جدلا انه اللي طلع واحد فيهم كناطري في الدوزيام تور حسب تقديركم اكثر من شطر اهالي عمدون مش يمشوا معاه ما هو يلزمنا. راهو المسألة ما هيش علمية راهو السياسة
سي انك تعرف الواقع التونسي متاعك. الكناتريا سي محمد ما يطلعوا كان في الأنظمة الأفضل البواقي، وخذ والدولة التونسية والتراب التونسي موش معبي بالكناتريا اللي معبين بالفلوس، ومهما كان وفي معتمديات الجمهورية التونسية ما يطلع حتى كناتري في الدوزيام تور. هذه الأولى. النقطة الثانية، نظام الانتخاب على الأفراد، وهذا مربط الفرس في الحقيقة. نظام الاقتراع على الأفراد باش يفرض على الأحزاب أني تنزل شوية من عليائها، مش الأحزاب، الزعماء اللي عنا، واحنا في تونس عنا زعماء أكثر من عدد الأحزاب، عنا 220 ولا 200 حزب وعنا 250 زعيم. تفرض على الزعماء أنه ينزلوا من عليائهم ويعملوا اندماجات أكبر ما يمكن باش ينجموا يكونوا تنظيم سياسي باتيندا ولا ما غير باتيندا يتقدم في الدوائر الانتخابية. علاش؟ علاش ما يحبوش هذا؟ على خاطر بالنسبة لأي حزب، وتو كان نقعد نوخر لتالي شوية نكتب ورقة نعمل حزبي، حزب متاعي، نبدأ الزعيم متاعه ونحط معايا 15 واحد ونصب باتيندا باش نتقدم للانتخابات التشريعية، نجم نعمل 27 ليستة سهلة، 24 27 نقول لهم نمو، وزوز ثلاثة ينجموا يخطفوا ويجيبوا 3-4000 صوت اتسترا ويترشحوا. ولكن قل له اعمل لي 264 مرشح صعيبة. علاش؟ لانه ما عناش احزاب، وقلتها لك سابقا سي محمد، عنا باتيندات، عنا رخص تعاطي النشاط الحزبي. ماذا لو نمشيو من النقيض الى النقيض نور الدين متيش؟ لانه نظام الاقتراع على الافراد يفرض، فما شكون يقول لك نجم يضرب الاحزاب والمنظومه الحزبيه، هو ما عناش يضرب الاسام الوسيطه، وهو ما يسعى اليه الرئيس قيس سعيد من خلال مشروعه السياسي. ماكش تسمع فيه؟ لا نسمع فيك، نطرح في سؤال باش توضح للمستمعين فكرتك نور الدين متيش. اش قلت للمستمعين؟ قلت للمستمعين باش نكونوا صرحاء مع بعضنا، وكلامي هذا لكل قيادات الأحزاب. ما عناش أحزاب في تونس، ما عناش تنظيمات حزبية، عنا فقط زعيم و أوتو بروكلامي زادة يعتقد أنه هو قادر يقود، ولكن ما لقاش ناس تقتنع بقدرته على القيادة، يبدأ وحده ولا معه ستة من الناس ويقول أنا حزب. طيب نظام الاختراع تشوف تلقى باتيندات متقاربة ويعملوا اجتماع ائتلاف، نشوفهم الثمانية وجوه نعرفهم عندي 25 سنة، هم القيادات متاع الأحزاب متاعهم، وهاو وسطي اجتماعي، هاو ماركس لينيني، هاو إسلامي تقدمي، هاو جنس باكوا، والكلها ما عندهاش بناء حزب. قل لي عندك مكتب للحزب متاعك في معتمدية عمدون، عندك أنصار في ساقيت الدير، عندك في حاسي الفريد، ما عندهمش طيب نظام الاقتراع على الأفراد، باش نعطيك كلمة، باش يفرض عليهم انهم تقسيم الدوائر، كيفاش ما ينجمش يخلق إشكال نور الدين بنتيش؟ بالعكس ما عندهمش، هما ما عندهمش في الدوائر. يا أخي أنت تتصور أنت مع اعتماد نظام يقوم على المعتمديات كدائرة انتخابية اليوم؟ شوف وضح لنا الفكرة أكثر في المسائل التقنية، لأنه هذا صحيح، هذا مربط الفرس. مربط الفرس يعطيك الصح. أنت توا نجي تتصور أنه التيار الديمقراطي وموش استهداف ليه ولا حركة الشعب ينجم يكون عندهم مرشح في معتمدية عمدون عنده حظوظ باش واحد؟ لا، ولكن بالنظام هذايا حركة الشعب والبعثيين، حركة الشعب عنده مرشح قوي في باجة على فكرة، باجة مش في زي ما قلت لك عمدون يعني ويظل لي أصيل عمدون معناه تضطر باش تتحالف وباش تعمل عنوان وحيد مع الأحزاب القريبة منها باش تكون قادرة تقدم
في الدوائر الكل. تقسيم الدوائر نديمتيش، ماذا تقترح؟ نقترح انه لانه ما فماش وقت والدنيا مضغوطه وما ندخلوش في جعفريه اخرى توا، نقترحوا انه تكون على المعتمديات. وراه شوف نحطوا كيف كيف معتمديه فيها 100,000 ومعتمديه فيها 3,000 نسمه، اي نمشيو بروفيزوار مؤقتا. الماندا الجايه يبدا عندنا الوقت باش نعاودوا صياغه، لانه هذه راهو التقسيم الترابي في تونس من وقت بن علي لليوم ياخذ على الشعبوي. تو الناس يلوموا على رئيس الجمهوريه يقولوا شعبوي، وفي الحقيقه سي محمد باستثناء نداء تونس من 2012 ل 2015 الاحزاب كلها شعبوي، ومن وقت زاد بن علي هاو بلديات فيها 1000 سي انفيفابل، على خاطر المسؤول البلدي والمسؤول الحزبي قبل كان قريب من المنظومه ينعملوها له بلدي. احنا ناخذ وقتنا نتناقشوا مع الناس شنو التنظيم الاداري الاصلح والتقسيم الجغرافي الاصلح. يبدا البرلمان الجديد يبدا عنده كل نائب فيه، كل نائب فيه يكون عنده شرعيه اكثر من 50% من مواطنين المنطقه متاعه، وبصفه عامه باش تلقاهم ينتميوا في اغلبهم للتنظيمات الكبرى باستثناء حركه النهضه، لانه اكثر طرف يتضر من التنظيم من الانتخابات هذه، لانه باستثناء بعض الولايات اللي تنجم تنتصر فيها في الدائره في الدوره الثانيه في اغلب الدوائر متاع الجمهوريه ما تنجمش تنتصر. يعني هذا الاحزاب الصغيره اليوم باش تكون ضد لاني ما تنجمش تقدم، ولكن شخصيا وبكل محبه وبكل احترام ننصحهم انه تكون هذه فرصه للتقارب وايجاد الحلول الوسط، وننزلوا الناس كل من عليائنا ويكونوا رقم 5 ورقم 8 ورقم 20 في تنظيم سياسي عنده رؤيه وقادر انه ينتصر، خير من يكون نمر 1 في تنظيم ما عنده حتى حظوظ للانتصار. سجلت عندي برلمان ب 264 نائب يتم انتخابهم على المعتمديات كدوائر انتخابيه في ظل نظام اقتراع على الافراد في دورتين نور الدين بنتيشه، لكن هذا مش يطرح اسئله ملحه بعد شويه أكيد مش تجاوبنا عليها. أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية أيضا، وإن كنت ما تحبش برشا أستاذ القانون نور الدين بنتيشة، لكن رأيهم مهم بالنسبة للجمهور. الأستاذ أمين محفوظ في تدوينة ليه على الفيسبوك أيضا يقول طريقة الاقتراع بالأغلبية على الأفراد فرصة لتغيير المشهد السياسي، لا داعي للخوف على الحوار الوطني في شكله الجديد، أن يزيل كل التخوفات باعتماد آلية تسمح فعلا بحضور معتبر للمرأة واستبعاد العروشية والقبلية. علينا أن نتخلى عن الدعاية العدائية بطريقة هذا على الحساب قبل أن نبدأ بقراءة الكتاب. فكر سياسي مش على خاطر أستاذ قانون دستوري. مهدي العش، أراءكم المعارضين لفكرة نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين هي دعاية عدائية يصنفها الأستاذ أمين محفوظ بطريقة دفع على الحساب قبل أن نقرأ الكتاب، وكأنكم تصنعوا في بعبع وانتم مش فاهمين طبيعة طبيعة الرهان، فاهمين بالعكس طبيعة الرهان في علاقة بهذه المسألة، فاهمينه وعارفين قيمته. هذاك علاش بداوا من توا. مهدي العش، تفاعلك. التفاعل الاول هو انه يبدو انه فما معناها توندونس كبيره في تونس في الفتره الاخيره للحلول الجاهزه، معناها يلزم فما حتى نقاش، فما حتى تداول، فما حتى راي قبل ان تحسم الامور، معناها يلزم انتظار انه يجي المرسوم وفيه الخيار معناها مقرر ثم من بعد نتفاعلوا معه، وهذا ما عنده حتى معنى. اليوم رئيس بالضروره مرسوم نجم يكون فما استفتاء على النقطه هذه. الاستفتاء سي محمد ما يغير حتى شيء اذا كان القرار اخذ قبله، لانه شنو ما فهم داير. هذا مش كلامي، هذا كلام سيد قيس سعيد. الاستفتاءات في الدول العربيه عمرها ما تعطي اجابه بلا، دائما اجابه بنعم، لان استفتاء على الشخص مش على المشروع. من قال ربما تونس تكون استثناء؟ مهدي العش، لا صعيب برشا. الشعب التونسي مازال ما مشاش وما شاركش في الاستفتاء. صعيب برشا تكون انت تنجم تمشي نهار الاقتراع وتحط له في صندوق الاقتراع. صعيب بيان سور النجم، سوف كو صعيب برشا تكون استثناء. اولا لانه الاشكال الاول انه فما طرف وحيد هو اللي يحكم في قواعد اللعبه الكل، في ماذا نستفتى، متى نستفتى، كيف نستفتى الى اخره، كيف تدار الحمله نتاع الاستفتاء. معناها الظروف الكل المحيطه بالاستفتاء لن تكون ظروف ديمقراطيه، وبالتالي
وحتى فرضا كان الظروف ديمقراطية، فكرة أن الاستفتاء هي الآلية الديمقراطية القصوى اللي تضمن معناها تعبير مباشر وشفاف على إرادة الشعب، فكرة مغلوطة. بالعكس، إرادة الشعب يجب أن تكون إكليغي، وصيغة الاستفتاء أبعد ما يكون على ضمان إرادة شعبية أوتنتيك وإكليغي. نجي لنقطة تقسيم الدوائر لأنه مهمة جدا. توسي نور الدين معناها يقترح أنه نجربوا انتخابات أولى بالتقسيم الإداري الموجود له المعتمديات في انتظار البحث في تقسيم ترابي جديد. أولا نحب نسوق ملاحظة أنه خيار المعتمديات ماهوش ناتج على مسألة وقت أو عجز أو إشكال في إعادة رسم الدوائر اليوم، وإنما هو خيار سياسي لرئيس الدولة في برنامجه البناء القاعدي. معناها سي قيس سعيد والحملة التفسيرية والناس المحيطين به ما عندهم حتى مشكل أنه معتمدية صغيرة فيها 3000 ساكن تمثل بنفس الدرجة هي ومعتمدية كبيرة فيها 120,000 ساكن. وين المشكل؟ المواطنين في حاسل فريد عندهم نفس الحقوق المدنية والسياسية كما المواطنين في صفاقس المدينة. بيسير عندهم كل الحقوق، صفكو هذك علاش يزم يتمثلوا بنفس الطريقة، مش يتمثلوا 30 مرة قد المعتمدية قد المواطنين متاع مش فقط صفاقس المدينة. رأو هذه مغالطة، معناها فكرة أنه المعتمديات الأكثر سكانا هي المعتمديات الغنية والمعتمديات الأصغر هي الفقير، لا غالط. رأو بالعكس، الأكثر أكبر المعتمديات في عدد سكان في تونس هي الأحياء الشعبية في العاصمة، ومعناها أحزمة الفقر في العاصمة وفي صفاقس وغيرها. وبالتالي فكرة أنه معناها باش نحميو حقوق الناس المهضومة والناس المفقرة لما نمشيو في نظام اقتراع بطريقة هذه فكرة غلط. شنو حبيت تقول؟ أنه المعتمديات ماهيش حتى إذا كان توسي نور الدين أنا مصدقه يقول أنه نمشيه في حل معناها وقتي في انتظار تقسيم دوائر جديدة، في حين أنه بالنسبة لرئيس الدولة هو هذاك خيار سياسي، وهو خيار خطير جدا لأنه يضرب المساواة بين الناس ويعطينا معناها مواطن عنده صوت يسوى 50 مرة قد صوت متاع مواطن آخر. باه نجي لحظه، ما قطعتكش كان عندي برشا سجل عندك نور الدين، كان عندي برشا تعليقات على كلامك ما حبيتش نقاطعك. نتفق معك في حاجه سي نور الدين، اللي هي انه نحن انه الاشكال في المنظومه الحزبيه اليوم في تونس زي متفقين فيه، وانه هناك حاجه لعقلنت المشهد الحزبي وفي اتجاه عدد معقول من القوى السياسيه اللي تكون موجوده في الميدان، موجوده في المعتمديات، موجوده في التراب الوطني. نتفق معك 100%. فاش ما نتفقوش؟ في الوسيله. حسب رأي الاقتراع على فرات ما هوش باش يشجع الأحزاب على الالتقاء وعلى تشكيل قوى سياسية كبيرة لسببين. السبب الأول هو أنه ما يخدمش الأحزاب، يخدم المستقلين أكثر من الأحزاب باستثناء عدد قليل من الأحزاب. اثنين، وهذا الأهم سي نور الدين، لأنه ما يعقلنش ترشحات، لأنه نظام الاقتراع هذا في كل معتمدية ينجموا يترشحوا 60. أي حزب عنده مش مكتب محلي، عنده منخرط، ينجم يؤمن بحظوظه أنه يخلط للدور الثاني، وفي حالة جاه دور ثاني مثلا ضد مرشح من حركة النهضة وإذا ممكن يقول ينجم يجيه معناها تصويت مفيد ويطلع البرلمان، وبالتالي باش يحافظ على حظوظ نظرية مش في التطبيق، لكن نظرية على حظوظ مش فقط الحزب السياسي وإنما المستقلين وأي واحد عنده طموح سياسي في أنه يترشح. الوسيلة اللي نقترحها أنا لتحقيق الهدف اللي احنا زوج نشاركه فيه هي عتبة وطنية تنضاف للنظام النسبي. علاش عتبة وطنية؟ لأن وقتها التمثيل في البرلمان سينحصر في الأحزاب والقوى السياسية اللي يكون عندها حد أدنى من التواجد الوطني، خلافا للعتبة في الدائرة اللي كل دائرة عندها اللعبة متاحة وكل دائرة ينجم واحد يجيب فيها أكثر من العتبة. العتبة الوطنية هي السبيل الوحيد، إذا نحطوا هدف عقلنة المشهد الحزبي، السبيل الوحيد والأمثل هو عتبة وطنية، لأنه أي حزب أو قوى سياسية تعرف اللي ما عندهش حضور وطني وزن يكفل لها أنه تكون أنه تجيب العتب وتكون موجودة في البرلمان باش تتلاقى مع بعضها وباش تبحث على تشكيل قوة وزنة مع الأحزاب القريبة منها. وبالتالي مرة أخرى نتفقوا في الهدف لكن الوسيلة نختلفوا فيها تماما. نقطة أخرى ونختم، نقطة أخرى وأختم. سي نور الدين قال اللي الإشكال أنه الناس اللي تحكي على أنظمة الاقتراع وغيرها ما تقراش الواقع التونسي. صحيح، متفق معك، وهذاك علاش انا نعتبر انه الناس اللي دافع على اقتراع الافراد ما تقراش الواقع التونسي، لانه الواقع التونسي ما فيش كانك ناطريه وناس مال فاسد والى اخره، وهذا موجود، وهذا مره اخرى الاقتراع الافراد يشجعوا، لانه حتى في دور ثاني راه الناس الواجهات المحليه واللي عندها فلوس حتى في دور ثاني قادره باش تربح. ومثال مره اخرى مثال سقيط الدائره، علاش؟ لانه الفرق بين دائرة صغيرة ودائرة كبيرة. علاش قيس سعيد ربح في رئاسة الجمهورية في انتخابات وطنية؟
في حين أنه في دائرة صغيرة كما سقيت الدائرة المال السياسي يكون ناجح، لأنه يعني قيس سعيد لو ترشح في دائرة سقيت الدائرة كان يخسر، ممكن ياسر ما يبحش، لو يترشح في دائرة سكرة ولا بانيش عارف أنا حاسي الفريد ولا في انتخابات ولا في قفصة ولا في أي معتمدية كانت من ولاية الجمهورية ممكن يخسر الانتخابات، كان ينجم يخسر الانتخابات إذا يكون قدامه واحد بارون محلي عنده معناها الفلوس وعنده الامكانيات باش يعمل حمله انتخابيه وباش يشيل الاصوات، كان نجم يخسر. كل ما تكبر الدائره كل ما ضمانه الانتخابات نزيهه، كل ما تصغرها كل ما الفلوس يكون عندها دور. النقطه اللي باش نختم بها اللي هي مرتبطه بالواقع التونسي مهمه جدا، وسي امين محفوظ حكى عليها وتفاعل معها في الواحد بتاعه، اللي هي العروشيه راهو مازلت موجوده في تونس. صحيح دوره الاستقلال قامت بمجهود، وصحيح التقسيم الترابي نفسه الموجود هذا حاول انه يكسر المنطق العروشي، ولكن تخيلوا معايا فرضيه دور ثاني في احدى المعتمديات في تونس يكون فيها زوز مرشحين واحد من كل عرش، معناها مسابقه سياسيه تنحصر في زوز مرشحين. العروشيه والقبليه مازلت في تونس؟ مازلت في تونس. انا سي محمد كنت منذ في ديسمبر 2020 كرمين اشغلت في الجنوب التونسي في منطقة معناها في القريب من الصحراء بحذا دوز، وقتها وصار أنا ريت كراهب محروقة وريت ناس ماتت، مع ناس مسلحة تمشي في معناها نوع من الحرب أهلية صارت على معناها مسألة بين زوز عروشات بين المرازيق وبين عرش آخر اللي تحت فيها أرواح. تخيلوا شنو باش يصير اذا نعملوا انتخابات على الافراد على دورتين اللي تنحصر المنافسه السياسيه، معناها مش قائمات يكون فيها نجم يكون رئيس قائمه من عائله معينه ولكن القائمه تكون مختلطه وفيها ناس من عائلات اخرى ومن عروشات اخرى ومن مناطق اخرى في دائره اكبر، نمشيوا الى دوائر صغرى في دور ثاني تنحصر المنافسه السياسيه بين زوز ناس من عرشين مختلفين وينجم يكونوا في حاله عداء. شنو ممكن يصير؟ مساوئ عديدة يقول مهدي العش لنظام الاقتراع على الأفراد، ومخاطر كبيرة على السلم الاجتماعي، على الدولة، على وحدة الدولة ومؤسساتها في تونس، على وحدة وتماسك المجتمع. الحقيقة مش فقط مهدي العش، برشا أيضا حتى من الخبراء والباحثين والمتابعين والسياسيين يقول لك نظام الاقتراع على الأفراد ينجم يحيي العروشية القبلية، النزعات الجهوية اللي احنا نعانيو فيها، ينجم يعطينا برلمان متشظي. إذا كان في البرلمان السابق كان عندنا 5-6 كتل واضحين، ما عادش تلقى حتى كتلة في البرلمان، مش تلقى نواب يدافعوا على معتمدياتهم، ما يدافعش على سياسات تشريعية تهم السياسات العامة للدولة التونسية، تهم تشريعات تهم التوانسة الكل، ما تهمش مواطنين في معتمدية بعينها. 264 نائب أيضا، فما جوزة من التوانسة يقول لكم أنا أعتقد أنه مش نقلصوا في عدد النواب، فمش نقاو العدد يرتفع، ممكن حتى مبنى البرلمان غير كافي لاستيعاب هؤلاء النواب، ما نساوش التوانسة في الخارج، هذا ينجم يخلق إشكالية كيفاش باش تشاركهم في نظام اقتراع على الأفراد. أسئلة عديدة مش جاوبنا عليها نور الدين بنتيشها، وأنت من المدافعين عن نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين في دوائر انتخابية ضيقة، لكن من المهم أن نستمع للتصريح التالي لواحد أيضا من المساندين لهذه الفكرة، هو في الحقيقة صديق شخصي لك أيضا، ويبدو هناك تقاطع سياسي بينك وبين نور الدين بنتيشة في علاقة بهذه المسألة بالذات. نسمع تصريح رضا شهاب المكي. البديل هو نظام مبني على قلب منطق السلطة التشريعية، قلب توخفوا منها صغير وقلب انقلاب، هو أن تبنى السلطة التشريعية من القاعدة فالجهة فالوطن، تبنى عن طريق نظام اقتراع مبني على الأفراد، حط قيمتك، حط لونها، حط شعارها، حط اللوجو بتاعها، أنت حر سماها اللي تحب، لكن لا تمنعني الانتخاب على الأشخاص مش على القائمات. باش نجيب الستة بتاعك فسخهم كل ولا نفسخ خمسة، دوقتي على الأفراد مش على الصوت بتاعي يلزم تحسب بسيب عليك إذا كان تمن بالسيادة، كلمة الشعب هو صاحب السيادة، هو اللي يعطي السيادة، هو اللي فهم. هذا ما يريد قيس سعيد، هذا ما يريد. طبعا هذا تصريح رضا شهاب المكي في قناة التاسعة ودفاعه عن هذه الفكرة. نور الدين بتيشة قد تكون بشكل غير واعي في تقديرك أنت تدافع عن الاقتراع على الأفراد في دورتين، ولكن في الحقيقة أنت بشكل أو بآخر اليوم تتقاطع مع مشروع البناء القاعدي اللي كان يفسر فيه الأستاذ رضا شهاب المكي، وهو مشروع الرئيس قيس سعيد. شوف، مشروع البناء القاعدي سي محمد في عديد من المواقع الإعلامية أعطيت عليه موقفي،
ومانيش من الناس اللي تدافع على مواقف مسيبة. وباش نقول لك حاجة، قد ما نسمع الناس اللي ضد النظام الاقتراع على الأفراد على دورتين في دوائر مضيق، قد ما نزيد مقتنع نقتنع أنه هذاك هو الحل الأسلم لتونس. علاش؟ توا كان يحكي لنا سي مهدي كيفاش حاسي الفريد فيها 3000 وما فيهاش 3000 راه اونتر بارونتيز. لا ما قلتش حاسي الفريد. دي لحظة مطمطة فيها 3000. مطمطة. بلاصة فيها 3000 مش تكون عندها نفس التمثيلية نتاع بلاصة فيها 15000. 150000 سي مهدي. 150000 سي مهدي. هذايا اليوم كيفاش معقول؟ وقت اللي احنا الشيء هذايا عندنا من 2011. مثالش وقتها، وقتها نحكيه على التمييز الإيجابي، وقت اللي احنا تلقى عنا ولايات أصغر من معتمديات ويتمثلوا بثلاثة نواب، مثالش وقتها، خاطر هذيك في صالح طرف سياسي معين. توا كي قلنا مؤقتا خاطر يبقى لو طان بور ديكوباج إلكتورال اليوم مشكل. هذه الاولى. دونك هذيك حبيت نحلك القوس. لا ما عطيتنيش القوس. ما عطيكش النقطه الثانيه. تو يتكلم على ساقيه الدائر، والله العظيم تو يتكلم على وجبد موضوع مهم اللي هو موضوع رجال الاعمال في تونس. وما نحبش نقعد نحكي كان في النظام الانتخابي وغيره، لانه التوانسه اليوم مش يخلقوا، يحبوا يسمعوا حاجات اخرين ويحبوا يفهموا زاد وين ماشيين، لانه الدنيا قاعده تمشي وتغلى كل يوم، ولانه مسؤولية الدوله يضربوا جزء فيهم يضرب في النوم، وبير انكار ناس اخرين تهرس في رجال الاعمال. هذه ديوان افهم هي تبث على الجمهوريه كامله، ولكن تبث اساسا على ولايه صفاقس وتونس الكبرى. وتونس الكبرى. ونحب هنا نوجه تحية خاصة لأهالي صفاقس اللي واحنا صغار كانت تتسمى يابان تونس. صفاقس كانت لو جابان دو لا تونيزي. علاش؟ للقوة الصناعية متاعها. وعرفت معلومة انه كوفي كاب مجمع اللومي يعمل 80% من سيارات تسلا تاع إيلون ماسك. مش هذا مؤسسة متاع رجال عمل توانسة وسيد لف في ساقية الدائرة؟ راهو ما نعرفوش الشخصة، ما عندي بيه حتى علاقة. أو قال لك كان من مواليد نداء تونس، ما نعرفش. ما نكذبش على الراجل، ما نكذبش على الراجل. وهذاك موضوع آخر، كان سباق في موضوع التوافق. موضوع التمويلات، موضوع التمويلات هذاك موضوع آخر نحكي فيه. لأنه الدولة هي اللي يلزم تمول العمل الحزبي وفقا لنتائج الانتخابات. متفقين 1000%. دونك سيد هذا زاد اللي في ساقية الدائر قضية نجاح تونسية ومن صفاقس، وعنا منهم المئات وإذا مش أكثر، وناجحين في تونس وناجحين في العالم. شو اضافوا رجال الاعمال للمشهد السياسي نوردي متيش؟ ما حد شيء. سؤال يطرح نفسه ايضا. هاورينا في البرلمان السابق رجال اعمال لا 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 ربحوا في الاعمال ولا ربحوا توانسه في السياسه. مانيش نحكي على البعض منهم الان عنده قضايا ويواجه في صعوبات ماليه كبيره. مانيش نحكي على السياسه، ويمكن ما حقهمش دخلوا للمجال السياسي وفيهم برشا، ولكن نحكي على حملات الشيطنه اللي قاعدة تصير في المدة الأخرانية ونربطوا رجال الأعمال والكناطري، رجال الأعمال والكناطري. فما رجال أعمال وفما رجال عمايل وفما فاعلين اقتصاديين وفما مصلحة الدولة التونسية. واللي شفته صار البارح في سوسة يندى له الجبين. شو صار البارح؟ والناس معناها التراكس وتتهد في وتلة والتوريست يصور، ما ينفعش الدولة التونسية. وربط الكونترا برجال العمل التوانسة، راهو رانا ما نتكلموش في الراديونات وحدنا، راهم العباد يسمعوا فينا، راهو ما يلزمش نفهموا اللي احنا في قوقعة. معناها خي من مصلحة التوانسة انه
ليزيترانجي مهما كانت الجنسية متاعهم يقولوا راهو التوانسة يعتبروا أنه رجال العمل متاعهم فساد، دونك إذا شاركوا معكم في أي حاجة ردوا بالكم منهم. تمانا قاعدين نطمزوا في عينينا وإحنا مش فايقين. طيب ماذا عن العروشية اللي هي نقطة مهمة؟ العروشية نوردين منتشرين في الانتخابات الرئاسية مثلا، صافي سعيد يربح بنسب قياسية متاع التصويت في ولاية قفصة لأنه أسير قفصة، لطفي المرايحي في القصرين نفس الشيء، النزعة القبلية والعروشية والجهوية ما زالت موجودة وحاضرة في المجتمع التونسي، وهذا النظام الاقتراع اللي تقترحه أنت، نظام الاقتراع على الأفراد سيحيي هذا المارد. نوردين منتشر، مش نقول ديما كذبة كبرى كذبة كبرى، كلمات باطل يراد بها باطل، يراد بها مصلحة من هم موجودون اليوم. أولا العروشية والقبلية مفاتش من تونس ومعمرها مفات من تونس، والجهوية والمحلية والعائلية معمرها ما توفى لا من تونس ولا من حتى بلاد أخرى، ولكن تقوى حين تضعف الدولة، والنظام الانتخابي والدستور اللي تعمل ساهموا في ضعف الدولة، دونك ساهموا في تقوية العروشية وفي تقوية النزاعات القبلية. يسمحني، فاش مش تقوى العروشية في الانتخابات على الأفراد على فاش مش تقوى العروشية؟ بنحب نفهم معتمدين هذيك فيها عرش كبير، اي معناها يلزمنا نتجنون عليها، لا زوز مرشحين من زوز عروشات متعاديه، هذا هو الخطر. ايش بيه وكان ما تبداش على الافراد ما عادش يتعداوا ومش يتصالحوا، لا تلقى قائمات عديده في دور واحد مش منافسه محصوره في زوز. يزينا من الغلط يزينا عاد يزينا، كاد المريب ان يقول خذوني. قلت لك يا سي محمد النظام هذايا مش يغصب على الاحزاب اني تتوحد، حركه النهضه مش اضعاف وجودها ولكن تبقى موجوده، الحزب الحر الدستوري مش يضعاف الوحدة متاعه ولكن الشاطر توا اللي يبني تنظيم. ماذا لو ينتصر البناء القاعدي؟ نوردي بتش ما ينتصرش البناء القاعدي، البناء القاعدي يا محمد نجح في الاتحاد السوفيتي بعد الثورة البلشفية في دولة ممتدة الأطراف، دولة قوية عسكريا، دولة وريثة قيصرية ولها خيرات كبرى، واليوم هي دولة عظمى. انتهى كل حاجة في سياقها. يعني قضية البناء القاعدي فزاعة هذه لدى البعض؟ لا، هو كان خيار لرئيس الجمهورية ولأنصاره، ولكن الملاحظ اليوم هو أنه تم التعديل في آرائهم. 264 نائب مش يجمعهم هذوما نوردين بنتيش؟ احنا كنا قاسيو في مشهد برلماني متشظي في شتات برلماني، 264 نائب كل واحد مش يجي يدافع على معتمديته، مش يدافع على سياسات وطنية على خيارات وطنية، مش صحيح. ما همش مش يطلعوا المستقلين لانه توا الناس تتكلم ما جربتش الانتخابات، راهو الانتخابات لا يطلع فيها على خاطر عنده فلوس ولا على خاطر ما عندوش، اللي عندهم فلوس ويصرفوا أكثر من متاع ساقيت الدير وأكثر من متاع صفاقس اثنين، اللي يصرفوا كيف يحل كيف يحل الواحد ويبدأ يهبط فيهم طباقي، هذوك ما يجيبوش أكثر من 2000-3000 صوت في دوائر موسعة اللي هي الولايات وبأفضل البقايا. باركانتر الدوائر المضيقة ما يتنجمش، مش قال لمحمد اليوسف ترشحه ومش تلقى لعبات قوافل قوافل. أولا يلزم عندك فريق حملة، ويلزمك عندك فريق حملة يشتغل طيلة الحملة في كل معناها ربوع المعتمدية ويعرف الناس الفريق ويكون موجود قبل يومين باش يذكر الناس ويأكد عليهم باش يمشيوا، وقبل هذا الكل يلزم يكون عندك فريق موجود في كل مكاتب الاقتراع باش يلاحظ بعيدا على التدليس والتزوير. وهذا سي محمد هذه أسباب نجاح في الانتخابات، ما هوش ترشح قال واحد عنده مخرط يرشح واحد محسوب يخلي يترشح خلف فايدة يترشح ولا ما يترشحش. خي في فرنسا عن الانتخابات بعد نهارين دور لول في الانتخابات الرئاسية وفما يجي 13 مترشحين، الناس في فرنسا على شكون تحكي؟ رغم اللي الناس كلها عندها اللي بلاتو يتكلموا فيه. وتوانسة في الخارج شو نعملوا فيه من نوردين بنتيجة في الاختيار على الأفراد؟ يلزمنا نلقاو حل، يلزمنا نلقاو حل.
اللي من خلاله التوانسة اللي في نيس نعملوله نائب، واللي في نابولي نعملوله نائب، كيفاش؟ لا ما يلزمنا نلقاو حل في علاقة بنسبة التوانسة اللي موجودين في الخارج ونسبة التمثيل متاعه اللي هما مليون ونص تقريبا. أي مليون ونص تقريبا. نستأنسوا بالتجارب، أولا نستأنسوا بتجربتنا، نستأنسوا بالتجارب الدولية اللي موجودة، ونلقاو خيار الأسلم. ديما هي مرحلة انتقالية لبناء جديد. واضح. مهدي العش الباحث في المفكرة القانونية، بحسب ما فهمت واستبطنت في كلام نور الدين بنتيشة، كل مشكلة لها حل، ونظام الاقتراع اللي تحذروا منه وتخوفوا منه في التوانسة ينجم يكون هو الحل الأمثل اليوم للمضي في عملية ديمقراطية حقيقية تخدم الصالح العام وتخدم المشهد السياسي وتخدم المواطنين التوانسة، على حساب نظام اقتراع جربناه ورينا وين وصلنا. مرة أخرى سي محمد، راهو السؤال ماهوش إما الحفاظ على نظام الاقتراع الحالي بكل تفاصيله أو الاقتراع الأفراد في المعتمديات على دورتين كما يقترحه قيس سعيد، مش هذا النقاش. نجم يكون البديل نظام مختلط، فما ينجم يكون مختلط، ولو أنه السلبية بتاع نظام مختلط هو أنه معقد على الناخب التونسي اللي نجم يخلق إشكاليات. الناس ما تعرفش معناها نظام مختلط، نظام مختلط فما برشا أنظمة مختلطة، فماش نظام مختلط واحد لكن يجمع معناها بين الاقتراع الأفراد والاقتراع على القائمة. ينجم يجمع زوز، نجم تختار قائمة وفي نفس الوقت واحد من القائمة تعطي صوت تفضيلي مثلا، أو فما العديد والعديد، يعني تقريبا راهو أنظمة الاقتراع على قد البلدان، كل دولة تزيد تعمل آلية باش تحسن نظام الاقتراع متاعها في اتجاه هدف معين. ذيك علاش مهم أول حاجة، أول سؤال عند الحديث في نظام الاقتراع هو شنو نحبه، وين نحبه نوصل. أنا نتفق مع سينودين أنه الهدف هو عقلانة المشهد الحزبي، وأنا نعتبر أنه إنسان كيجي قدام ورقة اقتراع يلقاها فيها 60 مترشح مشكلة، ما هيش ديمقراطية عادية تلقى 60 مترشح في ورقة اقتراع، وهذا الشيء اللي أدي أنه برشا أصوات تضيع إلى آخره. أنت قلت أنه الاقتراع الأفراد باش يعقلن المشهد وباش يدفع الأحزاب إلى الالتقاء، أنا شخصياً أعتبر سيباني شانس إكزاكت، معناه هو فقط توقع لأنه ما جربناش نظام الاقتراع، لكن أنا توقع أنه بالعكس سيحافظ على الحظوظ النظرية للأحزاب الصغيرة اللي يقول لك أنا موجود في معتمدية بلكشي نخلط نجيب مقعد فيها، في حين أنه فما أساليب أخرى كفيلة بقتل أي معناها وهم عند الأحزاب الصغيرة، عند المستقلين، القائمة المستقلة، عند المنتصبين لحسابهم الخاص، الزعماء اللي كما قلت أنت عندنا زعماء سياسيين أكثر من الأحزاب. هذو من الكل الحل الوحيد إذا نحبوا نبدلوا نظام الاقتراع اللي يخليهم يمشيوا في اتجاه مشهد حزبي معقل ويتجمعوا في قوى سياسية كبرى هو عتبة وطنية تنضاف إلى النسبية. لا ما بون أنت ما جاوبتنيش عليها، ما يسالش. نجيك نقطة أخرى سي محمد، شنو هو البرلمان اللي باش نوصلوا له بنظام اقتراع كما هذا؟ راهو كي قلت رجال أعمال وناس عندها فلوس، الفكرة مش أنه كناطرية ورجال أعمال معناها كيف هو عاب عليك سي نور الدين كيفاش تحط الكناطرية ورجال الأعمال في نفس الموقع الثنين، يقول لك شيطان رجال الأعمال، كل رجال الأعمال مجرمون إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. ماهوش هذا، وهذا مصحيح. نمشي معاك أبعد، ندمروا في اقتصادنا وإحنا ما نمشي معاك أبعد، نمشي معاك أبعد سي محمد، نزيدك معاهم رؤساء جمعيات كروية وبارونات محلية وناس هذوم الكل. الفكرة مش أنه كناطري ولا فاسد ولا مش هذي البم، هو مشكل لكن مش هذي المشكل. المشكل هو أنه البرلمان اللي باش يكون موجود عندنا عوض ما تكون فيه قوى سياسية وازنة وبالتالي نقاش سياسي وديمقراطية وتعددية، فيها مشهد واضح معقلا متاع ناس صراع برامج مشاريع، ناس مختلفين ينجموا يتلقاوا يشكلوا حكومة، عوض ما نكونوا في منطقة هذه نمشيوا المنطقة اللي برلمان فيه شوية قوى سياسية. أي أنا متفق معك أنه مثلا الحزب الدستوري الحر ينجم يحافظ على تمثيلية وازنة، فيش نجموا نختلفوا، أنا نعتبر أنه حتى حركة النهضة بالاقتراع الأفراد على دورتين اللي الناس من بين أسباب اختيارها النظام هذا من 2011 هو اعتقاد أنه الوحيد أنه يكفل أنه حركة النهضة يحد من تمثيليتها. أنا شخصيا نعتبر أنه بالعكس في برشا معاقل، خاصة إذا نمشوف المعتمديات، معنى المعيار ما يكونش عدد السكان، ما يكونش ديموغرافي، المعيار هو المعتمديات. أنا نعتبر معنى سي اون سبيكولاسيون، ماش نعتبر أنه حركة النهضة قادرة في نظام هكا تجيب 30-40 مقعد بكل سهولة في معتمديات هي موجودة فيها، في حين أنه اليوم كان تعمل بغير حتى ما تغير نظام الاقتراع هذا، كان تعمل انتخابات اليوم النهضة صعيب ياسر تجيب 40 مقعد اليوم حسب موازين القوى الموجودة وسط العادة الرأي. طبعا هذا الكل إذا ما صارش يعني بالنسبة لك اللي دافع على الاقتراع على الأفراد هو في حسبة سياسية ضيقة،
في اطار حسبة سياسية ضيقة دفعت على نظام الاقتراع من 2011 هي حسبة سياسية لإضعاف حركة النهضة، نفس الحسبة راهو اللي كانت في افضل بقايا راه معناه الهدف كان نفسه، وفي مجلس تأسيسي هو هدف مشروع لأنه حاشتنا بتمثيلية أوسع ما يمكن وتعددية لصياغة الدستور. هل كان من الأجدر تنقيحه في الاستحقاقات التشريعية في اتجاه عقلنته أكثر في اتجاه تسهيل إيجاد أغلبيات؟ متفق معك، لكن مش معناها أنه هو سبب المشاكل الكل. فقط ننهي النقطة لأنها مهمة جدا. كيفش يجينا برلمان كما هكا فيه مثلا دستور الحر عنده كتلة وزنة، يمكن حركة النهضة عندها كتلة، إذا مرة أخرى إذا هذوما سمح لهم بالترشح في الانتخابات، ويبدو أنه اليوم فما توجه إلى عكس هذا اللي يطرح إشكال ديمقراطي آخر، مش هذا موضوعنا. وبش يكون فما عشرات من المستقلين، هل نحن في حاجة في برلمان وطني إلى عشرات من المستقلين؟ أنا شوفوا إشكال ديمقراطي، ما فما حتى ديمقراطية في العالم فيها هذا الكم المستقلين. وإذا كان من بين السلبيات متاع نظام الاقتراع اللي كنا معتمدينه الأفضل بقايا أنه سمح بوجود 10-15 مستقل في, في, في مختلف البرلمانات، فأنه باش نوليه ونمشيه 50-60 مستقل، وهذا خطير. وهذاك مرة أخرى علاش أنا عليه خطير، إذا كان نمشيه في نظام رئاسي البرلمان يبقى في إطاره هذا هو التشريع. النظام الرئاسي سي محمد وقتاش يكون ناجح؟ راه فما ديمقراطية واحدة في العالم مستقرة وناجحة وعندها نظام رئاسي، هي الولايات المتحدة الأمريكية. بقية الأنظمة بما فيها النظام الفرنسي هي أنظمة برلمانية معقلنا فيها، ينجم فيها رئيس جمهورية منتخب لكنها تابعة العائلة متاع لو بارلمونتاريزم راسيوناليزي. شو باش ينتج هذا وانت حطيت الإصبع متاعك على الداء هون؟ لما يكون فما رئيس جمهورية منتخب ويحتكر السلطة التنفيذية، ما تنجم تكون ديمقراطية إلا ما يكون برلمان قوي في ثنائية حزبية اللي يكون في معظم الأحيان. تو مثلا في الولايات المتحدة علاش النظام ناجح؟ لأنه في معظم الأحيان رئيس الجمهورية عنده برلمان معادي ليه أو على الأقل إحدى الغرف متاعه، لأنه فما الميدترمز معنى الانتخابات اللي في وسط المدة الرئاسية اللي عادة تمشي للحزب المعارض. في هذا كل في ثنائية حزبية، الشيء هذا مع فيدرالية مع شروط أخرى، الشيء هذا يخلي النظام الرئاسي ينجح في الولايات المتحدة. في دول أخرى إذا باش نخليه رئيس الجمهورية يحتكر السلطة التنفيذية وقدامه برلمان مشتت فيه عشرات من المستقلين، وأكثر من هكا ما يقترحه رئيس الجمهورية اليوم شنو هو؟ سحب ثقة. سحب ثقة من شكون؟ مش من المنتخبين الكل، سحب الوكالة من النواب فقط، لأنه رئيس الدولة هذاك في الكرسي متاعه معناها خارج على الحسبة متاع سحب الوكالة. شنو النتيجة متاع هذي باش تكون؟ باش تكون برلمان اولا ضعيف لانه ما فيش تمثيليه سياسيه وازنه، ثانيا عنده معناها ايبيد داموكليس فوق رقاب النواب، من يعارض الرئيس يمكن بسهوله انه نحركوا له لائحه سحب وكاله ويخسر المقعد نتاعو. هذايا باش ينتج عليه انخرام تام في التوازن بين السلطات، وما فماش ديمقراطيه بدون توازن سلطات. واضح. نور الدين بتيشه، نعطيك الكلمه للتفاعل في علاقه بهذه النقاط الهامه والهامه جدا اللي كان يطرح فيها مهدي العش، مخاطر نظام الاقتراع على الافراد، تفرد رئيس الجمهوريه بالسلطه، فماش برلمان قوي، فماش برلمان يمكن ان يعارض، يمكن ان يحد من تغول رئيس الجمهوريه في علاقه بالعمليه السياسيه برمتها. تفضل الكلمه لك. الحقيقه ما تنجمش معناها سامحني سي مهدي، مهدي يقول لك اللي تحكي فيه كل شيء في الولايات المتحده الامريكيه. نور الدين بتيشه، تونس ليست الولايات المتحده الامريكيه، ما عندناش تقاليد الديمقراطيه نتاع امريكا، ما عندناش الامكانيات الاقتصاديه نتاع امريكا، ما عندناش الشعب الامريكي، ما عندناش الثقافه الديمقراطيه الامريكيه. تفضل. شوف محمد، قلت لك بكري نحترم برشا استاذ القانون، اما ما يحكيليش في السياسه على خاطر استاذ قانون. سميت لي سي أمين محفوظ، قلت لك هذا فكر سياسي، أما فكره سياسي مش على خاطر أستاذ قانون دستوري. توا قلت لي سي مهدي العش باحث في القانون، كنت نتصور وفرحت، قلت والله فما دراسات مش يطرحها وكذا. في الحقيقة نلقى شخص يدافع على حاجة ما نعرفش شنو هي الخلفية السياسية متاعه، لكن قدم حجج. نور الدين بتيشه، مش لي الحجج، قدم حجج، اعطيني الحجج. حصه كامله هو انت عجزت على الدفاع عليها، مش مشكلتي ما شفت حتى حجه. قال لي في ساقيه الدائر، قلت له ودي هذيك انتخابات بلديه راهي قايمه، هذيك مش افراد، دائره صغيره، دائره صغيره. مزيد نعاودوا نفس. قال لي امريكا نظام رئاسي، وقال لي فرنسا نظام برلماني. اي اخوي خليني نمشي نراجع دروسي، كيف فرنسا نظام برلماني يلزمني هنا نرجع دروسك سي نور الدين، لانه سي دو بارلمونتاريزم راسيوناليزي.
لو ريجيم سيمي بريزيدونسييل في بارتي دو لا فامي دو ريجيم راسيوناليزي. عندنا حاجه اخرى في تونس، الكلنا نحبوا نوليو رؤساء والكلنا نعتقدوا انه فكرتنا هي الاصح والكلنا نحبوا نقتلوا الرئيس. اعطينا امثله على دول ديمقراطيه تشبه لتونس، تشبه لتونس اعتمدت هذه الفكره وهذا الطرح القائم على انتخاب على الافراد دون دين بنتيش. نحكيوا على البرلمانات الضعيفه، راهو البرلمان التونسي كان يظهر عند المواطن التونسي ضعيف لزوز اسباب. اولا لانه احنا وحركه النهضه حرقته، كل اجتماع تعدي فيه في التلفزه مباشر، وثانيا كلهم يحبوا يتعرفوا، دونك اللي حطيش في الكاس واللي عايت واللي يضرب الاخر بكف واللي كذا، دونك ولا برلمان معناه فيه برشا كراكوز. دونك اصلا صوره البرلمان وذهن السلطه التشريعيه ذابت في ذهن المواطن التونسي، ذابت في ذهنه. في نفس الوقت نقولوا الشعب التونسي الأعظم، وفي نفس الوقت نحقروا فيه نقولوا يعديوها عليه الكناطرية، ونقولوا راهو ما يفهمش ياسر خاطر النظام المعقد ما يتم. معناها شوف ديما نقول يفو شرشي، معناها لزيكيب كيجاني. المنظومة الفرنساوية منظومة جمهورية، رئيس الجمهورية عنده صلاحيات، والناس اللي تخمم في السياسة تقيس فيها على قياس قيس سعيد راهي غلطة. رانا كي نطرحوا مشروع لبلاد رانا ما نقيسوش على شخص، راهو الأشخاص ماشية، وإذا يعتقد أنه قيس سعيد مش يخلد فيها هو لا خلد فيها لا بورقيبة الله يرحمه لا بن علي لا سيلفاجي لا حد. ثانيا البرلمان الفرنساوي شنو تلقى فيه؟ تلقى فيه زوز أحزاب كبرى. احنا في تونس عنا 30 عام 40 عام حياة حزبية، حياة سياسية رولاتيف ما متطورة، ولكن في وقت بن علي تلقى 5 أحزاب معارضة، التكتل والبي دي بي أليبو. فهمني شنو الفرق ما بيناتهم في الرؤية السياسية؟ معناها فما فرق السماء والأرض، ما فماش قدرة على التقارب. الوحدة الشعبية مع النظام، الحزب والموفمون ضد النظام، حزب العمال 6 قراب للنظام ويمكن 6 لبرا من النظام، في دولة فيها 11 مليون 12 حزب. دونك علاش كانت منظومة على القائمات؟ وباش نكمل نختم لك، راهو ومانيش خبير ومانيش باحث، أما راهو الدول الديمقراطية بصفة عامة الفرد هو الأساس، الأنظمة الكليانية والديكتاتورية هي اللي تلوج على المجموعة وعلى القائمات. واضح. وهذا كان الأساس. وصلت في الفكرة نور الدين بنتيشة. مع شوية نعطيكم كلمة الختام مهدي العش نور الدين بنتيشة، لكن قبل هذا معاش وقت يلزمنا نمشيو للفقرة الختامية وين ترجع لنا زميلة ابتسام شويخة في فقرة الكلمة لكم. الكلمة لكم. تفاعلات الجمهور مع محور نقاشنا اليوم، كيف كانت على مختلف المحامل الرقمية لراديو ديوان فام. مرحبا من جديد ابتسام. مرحبا بك من جديد محمد، مرحبا بضيوفك الكرام وطبعا بكافة متابعي ومستمعي إذاعة ديوان فام. في البداية محمد كالعادة نبدأ بالتعليقات. تعليق لليني المونيا العبيدي تقول الاقتراع على الأفراد يهدد وحدة المجتمع ويهدد وحدة الدولة. عدنان نيش يقول النظام الانتخابي قابل للتغير والتطور مع الأوضاع. صبرا محمد تقول التجربة الديمقراطية مشيت على روحها. جمال هراب يكتب يقول ماذا بينا تفسرون كيفاش باش تكون الطريقة الانتخابية. مهدي بن طالب يقول الحل في الانتخاب الفردي يزي ما ضحكوا علينا. وعبير ما يتقول الاقتراع على الأفراد ينتج برلمان دون توجهات وطنية واضحة، كل يغني على ليله. توا نمشيو للأسئلة، زوز أسئلة الوين الموجهين لسي نورجين بنتيشة. سؤال لني من قاسم يقول لك شنو رايكم في وضع الإعلام اليوم بعد 25 جويليا وخاصة الوضع في التلفزة؟ وسؤال ثاني من أمل تقول لك سي نور الدين بنتيشة فكرة أنت مع فكرة حوار تستثنى منها أحزاب كبيرة كما النهضة والدستور الحر مثلا، وما مدى حظوظ هذا الحوار للنجاح؟ زوز أسئلة الأخرين موجهين المهدي العشي. سؤال لوليني من وهي تقول لك اليوم بين اللي يقول اللي نعيشوه هو أزمة دستورية وبين اللي يقول اللي هي أزمة سياسية بالأساس، ترى أنه اليوم لا حل إلا في تغيير دستور 2014؟ والسؤال الثاني قلت أنت نظام الاقتراع على الأفراد قد يهدد السلم الاجتماعي، ترى أنه مسار 25 جويلية بكل ما حمله من قرارات عفوا تعتبره تهديد للسلم الاجتماعي؟ يلا مهدي العش نبدأ معاك بإيجاز في دقيقتين.
بإجازة لا إجابة على السؤال حول الدستور وسبب الأزمة، لا طبعا من إجابة واضحة، نحن قاعدين نحملوا في الدستور مسؤولية فشل نخب سياسية طيلة السنوات الماضية والدستور ومنها براء. هل أنه نظام سياسي قابل للتحسين؟ أنا مثلا نعتبر أنه يكون أفضل لما نزيد، لو نزيد صلاحية حل البرلمان لرئيس الدولة وقتا نوليو بالضبط كما النظام الفرنسي، النظام السياسي الفرنسي، لأنه يقترب كثيرا من النظام التونسي. لكن هذا كل في إطار التحسين، هذا ما يعنيش أنه سبب الأزمة هو النظام السياسي وهو الخيارات الدستورية، في حين أنه ما عندها حتى علاقة. كيف كيف نمشي معك أبعد، حتى نظام الاقتراع والنقاشات القانونية اللي عملوا فيها الكل ما هيش هي سبب الأزمة، كل شيء قابل للتحسين، النصوص قابلة للتحسين، لكن جوهر الأزمة السياسي وجوهره في المنظومة الحزبية وفي النخب السياسية عامة. هذيك علاش مرة أخرى سي نور الدين متفق معك أن الهدف نوصله لبرلمان كما في الدول الديمقراطية، فيه قوى سياسية، فيه مشهد معقلا، فيش نختلفه؟ الاقتراع الأفراد أبعد ما يكون على إعطاء النتيجة هذه، بالعكس باش يعطينا مشهد أكثر تفتيتا ومشهد بعيد على العقلنا. هذاك علاش مرة أخرى نجم نحسن نظام الاقتراع في اتجاه العقلنا، مثلا عتبة وطنية نتفق معك في مقترح آخر 5% 10% لا 10 برشا 10 موجودة في مثال وحيد اللي هو المثال التركي لإقصاء الأحزاب الكردية، معناها في هدف واضح. لا تنجم تكون 3%، تنجم تكون 4، تنجم تكون 5، هذا قابل للنقاش. فقط الفكرة شنو هو؟ أنه مرة أخرى النصوص نجم نحسنوها، الخيارات الكل قابلة للنقاش وقابلة للتحسين، لكن فكرة أنه نهدوا كل شيء، نهدوا الموجود ومعناها باسم الحسابات السياسية، لأنه اللي دافع الحسابات السياسية مش عند المعارضين لاقتراع الأفراد، بالعكس هي عند الناس اللي دافع لاقتراع الأفراد. وين نمشي معك أبعد من هكا سي نور الدين، الحسابات غالطة، راه اللي مش في باله باش يضعف حركة النهضة بدرجة كبيرة بالاقتراع الأفراد، راه مش هذه النتيجة. يلا سي نور الدين بنتيشة تفاعلا مع أسئلة الجمهور وأيضا كلمة الختام تفاعلا مع مهدي العش نار الطبع. بالنسبة للإعلام يلزم، وذي كنت قلتها مع سي محمد، واجب الإعلام ومسؤوليته أنه يلعب دور في فتح نقاشات عميقة لإنارة الرأي العام في المواضيع الكل. علاش مش موجود هذا في الإعلام العمومي على وجه الخصوص؟ موش موجود. فما سؤال تطرح لك، شنو رأيك في وضع الإعلام العمومي والتلفزة التونسية على وجه الخصوص؟ التلفزة التونسية هي بوكوا بواريا مانجي، معناها فما مجهودات ولكن فما برشة تعطيلات تهز في تراكمات متاع 30 سنة فيها برشة تصرف مش صحيح، فيها برشة تصرف اجتماعي، فيها برشة تصرف يظلم الناس. قداش عندك ما جاتكش دعوة من التلفزة التونسية؟ سنين. لا مش كانت التلفزة التونسية، هو للأسف الشديد المشكل راهو توا وسائل الإعلام فما برشة ولات محكوم فيها من مؤسسات مالية كبرى، وللأسف الأشد أنه ماهيش مؤسسات مالية كبرى تونسية. خلينا هذا موضوع آخر نحلوه وقت آخر، ولكن سي محمد مسألة الإعلام بالحق يلزم أن ديبا ناسيونال فيه وبكل وضوح، وهنا باش نعرج على الإقصاء يلزم مدام عبير مية، سؤال من عبير مية يلزم تعرف اللي وهنا باش نجاوبها هي وباش نعرج على ملاحظة عملها سي مهدي بكري، مانيش مع الإقصاء ولست من أنصار الإقصاءات، ومهما كان الطرف وسيكون أول المدافعين على معناها على رفض الإقصاء. الحوار دوات اتر انكلوزيف، بمعنى أي حوار يلزم يكون جامع. يبقى احنا اليوم رانا نهضة الدستور الحر عندهم مكان ومقعد في الحوار الوطني اللي انطلق فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد. سي محمد التوانس الكل عندهم بلاصة في بلادهم باستثناء الإرهابيين، التوانس الكل عندهم بلاصة في بلادهم وعندهم الحق يقولوا كلمة في بلادهم. احنا اليوم عندنا مشكلة هي موازين القوى. اليوم الوحيد اللي عنده ميزان قوى واضح هو رئيس الجمهورية. كيف نحكيه على سونداج دوبينيان، ما تنجمش تلغي الدستور الحر وما تنجمش تلغي حركة النهضة، ولكن في نفس الوقت الأخرين اللي هما غير وزنين ما تنجمش تعمل بهم حوار هما وتلغي الناس اللي رولاتيف ما وزنين. خليني نكمل انت هالوقت بيجز ايش بيه نفوتوه عنا الأخبار سي نور الدين. دونك لا للإقصاء، وأي مشروع ينجم يتحسن
وكيف نحب نبنيه سمهدي ونختم على نظام ناجح. رانا ما نقولوش هما ناجحين، يلزمنا نوصلوا لهم، اما الطريقه اللي عملوها خايبه، احنا اذكى نطلعوا طريقه اخرى. هما باش وصلوا كيك عملوا النظام الانتخابي على الافراد على دورتين في ثلاثه ديمقراطيات فقط في العالم، بقيه الديمقراطيات الكل نسبيه عندها. اي ذيك علاش النسبيه هي النظام الديمقراطي والكلها مع احترامي للدول ليس الدول مثال في الديمقراطيه. دول الاسكندنافيه ما هيش مثال في الديمقراطيه، تبعها في اشياء اخرى، تبعها في اشياء اخرى. الدول هذيك ما تبعهاش. وصلت الفكره. كل حد تبعه في بنتيش المستشار السابق برئاسه الجمهوريه الناشط السياسي مهدي العش الباحث في المفكره القانونيه. شكرا لكم، شكرا للزميله ابتسام شويخه. نتائج صبر الاراء اللي عملناها على صفحه الفيسبوك في باج ديوان اف ام 58% يقول لك ايش به، نعم نحن مع اعتماد نظام الاقتراع على الافراد، 58% يساندوا فكرتك نور الدين بنتيشا، و2 اكثر نقاش 42% يساندوا فكره مهدي العش.